أحزنني للغاية هذا الخبر المحزن حول رحيل صاحب السمو المغفور لها الشيخ خليفة، وأود أن أعبر عن تعازي لكم وللأمة جمعاء. نهمات في انتخاباته الأولى قام بمدح مساهمات المغفور له ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال 20 سنة الماضية من أجل الأمن والسلام في المنطقة، وأظن أن هذه هي إحدى أهم المساهمات لهذا الحقبة، فتسنى له الفرصة وشرف مقابلة المغفور له مع الشيخ زايد قبل 20 سنة تماما عندما كنت في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، وأذهلني نظرتهما لمستقبل البلد بعد 20 سنة، وعلي القول هنا بأنهما قاما بأكثر بكثير مما كنت أتوقعه منهما في ذلك الوقت، أي من الإمارات العربية المتحدة. فالإمارات العربية المتحدة هي عبارة عن نموذج ومثال للأمن والاستقرار في المنطقة ككلها، وعلينا أن نحييكم على هذه المساهمات والنجاح الكبير للدولة والذي نشهده الآن.